بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح أبلش بشرح المادة للكورس الثاني على نحو السرعة، وإن شاء الله نكون واضح الأمور موضحها بشكل صريح. المحاضرة الأولى هي رقم 9. المحاضرة هاي عن شين تتكلم؟ في الحقيقة هاي المحاضرة تتكلم عن موضوع إلى علاقة بمواضيع الكورس الأول بشكل مو يعني، إنما بس أنت تكون فاهم المبدأ. الموضوع هو عبارة عن انه احنا شلون نريد ننتج بحالة انه الضغط ما يساعدنا فنضخ فتسائل معين على مود ينتج من الجهة الاخرى، بالنسبة لان عندنا بير انجكشن وبير بروديوسين، وعلى هذا الاساس احنا شلون راح نتحكم بهذا الشيء. احنا اليوم شو نريد نحسب؟ احنا نريد نحسب ما يسمى بالووتر كات. الووتر كات انه الماي اللي يطلع اللي انا ما اريده يطلع، يعني انا ضاخ ماي اي اطلع ماي مؤكد، لا احنا نريد النفط يطلع. بالتالي احنا اليوم نريد نحقق الماكسيمم، فيسمونها الفراكشنال فلو ايكويشن. اما باكلي ليفرج ايد ايكويشن خلونا ما ندخل بيها هسه، خلينا نوصل اليها تصير الامور اوضح ان شاء الله. في البدايه احنا عمليات الانجكشن اللي اخذناها بالكورس الاول كانت عن شنو مضمنه؟ في الحقيقه العمليات كانت تحكي عن انه اكو فيزيكال اسامبشنز. احنا قبل لا نجي نشرح انه احنا راح نضخ وكذا، احنا خلينا نوضح في الشغله على السريع على مود تصير الامور سهله. انا عندي صخره، وفي هذا الصخره عندي مثل ما تعرفون الجرينز. هنا عندي جرينز 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 وهذه شكل. لو اخبرت انه هذه هي ووتر ويت، هذه ووتر ويت، هذا دليل على شنو؟ هذا يدل على انه الماي هو يلامس الجرينز وباقي الامور هي كلها نفط، يعني باقي المسامات هي متروسه نفط، ماكو نفط اخضر بس يلا نمثل اخضر زين. هذا يسمونه ووتر ويت. هنا انا ما اقدر انتج وما قدرت انتج النفط بالظروف الطبيعيه، اذا احتاج الى عوامل ثانويه لانتاج النفط. طيب شو اللي راح اسوي؟ اللي هو الانجكشن. طيب خليك وياي وخلينا نشوف شنو اللي راح يصير. قبل لا انا ابدي اول شيء لازم افترض افتراضات حتى ابلش بهن. الافتراضات هو اول افتراض انه هسه هاي امور يعني فيزيائيه. اول افتراض انه الووتر از displacing اويل، يعني شنو هذا الكلام؟ water از displacing اويل. احنا قلنا شنو الووتر وتونا؟ الوتابيلتي لما تكون الزاويه، خلينا نلخص هذه الامور، اصغر من 90 درجه اعتبر النظام ووتر وات. تكون اكبر من 90 راح اعتبر النظام اويل وات، لان شوي واتابلتي قليله بالنسبه للاويل. لعله شخص يسال شنو الواتابلتي؟ كذ لك جلاس ماي وذبه على فد اي تيبل او شيء معين راح يشوفك قطرات باقيه، هي هاي واتابلتي، انه اكو شيء يصير تجاذب او الصخره او اي شيء ماده صلبه تخلي السائل يلتصق بها ما يفرق. طيب فالووتر وات نقول الصخره هنا تحب الماي، بالتالي هي عملت على التصاق الماي. جيد، هسه هذه الامور انتم المفروض فاهمينها. فلكل واحد له كيرف معين، له فد نشاط معين، مثلا انه اذا كان اويل ويت اذا كان ووتر ويت النظام يختلف. فخلوني هسه اوضح هذا الامر. قبل هذه اكو عمليتين لازم نعتبرهن، الامبيبيشن والدرينج. هسه احنا ببدايه فهمنا شنو يعني واتابيلتي زين. اكو امبيبيشن واكو درينج. امبيبيشن يعني انا شنو الساتوريشن الموجود عندي بالوتن فيز؟ ما قلنا اكو واتابلتي، ما قلت لك الموضوع مرتبط بالكورس بس بالبدايه. واتابلتي تعرفون شنو واتابلتي؟ قلنا الشيء اللي لازق بالصخره يسمونه الووتر وات. طيب اللي بصف الصخره نعتبره نان واتن فيز، اللي هو ما يكون مثلا النفط. بهاي الحاله احنا مفترضين انه هو نفط، لونها ما يبين، يلا مو مشكله. طيب احنا هسه من نبلش على هذا الاساس لازم شو يكون عارفين؟ يكون عارفين اكو شيء اسمه العمليات اللي سميتها توني امبيبيشن، واذا ضخيت سائل بحيث يزيد الوتن فيز اللي هو الماي، يعني جاي يضخ ماي، اذا انا عندي امبيبيشن. اي عمليه تؤدي الى ازدياد الوتن فيز يعني هذه امبيبيشن. درينج هي اي عمليه تؤدي الى نقصان الوتن فيز. انا ما راح اضخ ماي، راح اضخ نقول مثلا غاز نفط، فبالتالي راح يصير بدفع وبالتالي يقل. اذا هو هذا المفهوم العام هذه اسمها معلومات الكورس اول حقيقه، انه يا بشنو الوتن فيز شنو الوتن فيز زين.
هسه انا هاي شو استفاد منها؟ احنا افترضنا انه الووتر از ديسبليسينج ان اويل، ان يعني الماي يزيح النفط، يعني انا لازم شضخ ماي، يعني شنو العمليه اللي عندي؟ امبيبيشن. جيد. طبعا للامبيبيشن لها كيرف خاص بالكابلري بريشر، وللنون امبيبيشن هم كيرف خاص بالكابلري بريشر اللي هي عمليه درينج. طبعا احنا نعرف، بس خليني امسح هذه صارت دوخه. زين، احنا نعرف انه هسه هذا الزاويه من تكون اصغر من 90، اذا انا عندي ووتر وات. شايفون الووتر؟ زين، من يكون اكبر من 90 يعني انا عندي اويل وات، انها هي الصخره، وهذا الاويل يكون ووتر يكون بالجزء الاكبر. طيب هسه هذا الحكي يلخص العمليه اللي لقيتها انا، انه كل عمليه اذا انت تزيح الماي بالماي، يعني هسه مثلا انا عندي ووتر وات واضخ له ووتر، اذا انا شنو سويت بهاي الحاله؟ اذا انا استخدمت عمليه الامبيبيشن لها كيرف خاص بها. هذه العمليه بالنسبه لي هي عمليه امبيبيشن، يعني شوف الماي شلون جاي يزداد، فجاي تقل الوتابيلتي لان جاي تزداد الزاويه، لان جاي يزداد الساتوريشن. طيب لكن ما عمليه الدرينج، انا جاي اقل الماي فجاي تقل الزاويه، لذلك جاي يكون عندي مثل ما يقولون هاير واتابيلتي، يعني الواتابيلتي والزاويه علاقه عكسيه، وكلكم تعرفون هذا الشيء اخذناه بالكورس الاول. فكل واحد نشاط خاص به. هذا النشاط والاختلاف بين هذني يسمونه الهيستريسيس. هذا كله معلومات ثانويه بعدني ما داخل بالموضوع. طيب بعد البراير تو ووتر، هسه هذه راح اشرحها بشكل مثل ما يقولون مختصر وجميل. هاي هنا خليني ارسم الامور بشكل اوضح حتى تكون واضحه، نشوف الاشكال الهندسيه. جيد، خليني افترض هاي صخره، غير اللون وافترض انه بيها جرينز. هذه جرينز، يعني مو في شيء بالمكمن، بس انا مثل ما يقولون نفترض سوى كل صدق. هو زين، خليني اشو اراويك انه شلون راح اوزع النفط. وين القلم؟ زين، خلينا نوزع الماي. الماي هو ازرق، افترض مره جيد هذا الماي، هذا ماي، هذا ماي. طبعا هذا يسمونه الكورنيت ووتر، اخذناه بالكورس الاول. طيب بما انه هذا كورنيت ووتر، طيب انا شنو اللي عندي؟ عندي باقي المكمن هو عباره عن نفط. نفترض هذا النفط، بس افتراض مو صحيح، هو هذا النفط لون اصفر. فهذا مثل ما قلنا اللارج بورز متروسه بالنفط. هنا انا حتى انتج قلنا شو نسوي؟ نسوي عمليه الامبيبيشن، نضخ ماي، ضخينا ماي. بالبدايه قبل هذه انا عندي هذه تقريبا ساتوريشن مالتها كلش قليل، كونيت ووتر يعني تقريبا الاس دبليو اي الريلاتيف حقيقه، يعني الكي ار دبليو اللي هي نسبه المساميه مال الماي، المساميه النفاذيه الكليه تقريبا صفر، لان ما جاي يتحرك. النفاذيه تساوي صفر مو دليل انه ساتوريشن صفر، لان هذا ما جاي يتحرك، لكن هاي تكون كلش عاليه الكي ار او. اذا نبينها بهذا الكيرف، هذه تكون كلش قليله الكي ار دبليو، وتبدا تزداد مع مرور الزمن، والساتوريشن يزداد بسبب انه جاي يضخ انت. الكي ار او جاي اشوفها انه كانت عاليه وبدات تقل، لان بدا ينتج وبدا يطلع نفط، بدا يطلع النفط، جاي يزداد الساتوريشن مال الووتر، يطلع النفط، يطلع. طبعا مو كل النفط راح يطلع، اكو نفط راح يبقى يسمونه الريسيجوال، لكن هذا الريسيجوال تقريبا يوصل للماكسيموم، يعني ما راح الووتر ما راح يوصل للماكسيموم، يعني كي ار كان انه الكي كليه تقريبا هنا بهاي الحاله تساوي نفط، لكن هنا ما راح يوصل لان عندي نفط مصطاد. هسه هاي العمليه شلون يصير عندي الازاحه داخل المكمن. طيب اتكلم عن الديسبليسمنت، الديسبليسمنت يجب انه انا هسه زيحت النفط، لكن هذا لا يعني انه اختلال بالنظام الفيرتيكال ايكوليبريم. احنا بالكورس الاول اخذنا الكابلري بريشر، انه الكابلري بريشر الضغط يكون كلش قليل بالساتوريشن 100%، يبدا الضغط الكابلري بريشر يزداد مع نقصان الساتوريشن. فانت ويصير عندك ووتر وات، هنا عندي ووتر اويل كونتاكت، وهنا عندي الاير ترانزيشن زون فوقها الاويل والغاز، وهي التفاصيل. جيد، لكن احنا بنقول الكابلري جير انه انا عادله بالنسبه للكابلري انه هو يكون على هذا الاساس، وبالنسبه للجرافيتي انه يكون الاثقل بالارض والاخف للاعلى.
وبهذا الشكل يكون ترتيب. يعني حتى من اسوي ازاحه ما راح يتغير شيء، بالتالي انا حتى لو زادت النفط راح يجي الوتر راح يستقر بموقع جديد ويزداد، انه خلينا نقول مثلا يزداد الساتوريشن، لكن الضغط لازم يقل ويترتب على هذا الاساس بالموقع. بس هذا كله افتراضات قلنا، يعني بعدنا ما طبعا الموضوع الديب. فتخضع لهذه المعادله اللي هي المعادله اللي قلنا عليها اللي هي معادله كابلر بريشر. افترض انه العمليه جايه تصير انكمبرسبل، وهذا افتراض، يعني احنا انكمبرسبل انه ما جاي يتغير حجمه مع الضغط، وهذا الشيء اشبه بالمستحيل، لانه لكل السوائل هي تقريبا تكون سلايثي كومبرسبل، ماكو انكمبرسبل، يعني هذا الشيء مكمن مو طبيعي. احنا نفرض انه كومبرسبل ما جاي يتغير، بالتالي راح تكون المعادله كيو توتال يساوي ان كيو اويل زائد ان كيو دبليو، بالتالي يعني ماكو شيء راح، بقى الحجوم نفسها ما تغيرت اثناء عمليه الضخ. بدينا ونفترض انه التدفق يكون لينير، يعني مو راديو، وهذا الشيء مفهوم. بالنسبه للعمليات وصلنا الى الفراكشنال فلو كيرف، وهي هاي بدينا بالمهم حقيقه، فارجو التركيز. احنا من نقول عندنا فراكشنال فلو كيرف، فراكشنال فلو ايكويشن، انه اف دبليو، اف دبليو هي كيو دبليو على كيو دبليو زائد كيو، بقدر ما انه اشتقاق المعادله مو مهم، بقدر ما انه فهم المعادله مهم. اشتقاق المعادله ما راح يخدمك بشيء بالوقت الحالي، خلينا نشوف فهم المعادله. يعني شنو اف دبليو؟ احنا المهم لان نفهم اف دبليو. انا عندي هنا بير انجكشن، وهنا عندي بير ايد ينتج، وانا ضخيت منه ماي وجاي يمشي على مود يوصل لهنا، اي طبعا هنا المكمن هو جاي يدفعه ويجي يطلع عندي المكمن. اوكي ضخيت ماي، هي عمليه الديسبليسمنت. طيب لكن انا ضاخ ماي بس للاسف هم اكو ماي طلع بالانتاج، فيسمونه الى مصطلح هو الووتر كات. فالووتر كات الى اسم ثاني اللي هو الفراكشنال فلو ايكويشن او الفراكشنال فلو، فهنقول ايكويشن. احنا غايتنا انه نحسبه ونسوي له كيرف، انه نحسب الاف دبليو ويا الساتوريشن. طبعا ازدياد الساتوريشن بالماي شيء اكيد يزداد الاف دبليو. فعلى هذا الاساس انا راح اوصل وياكم الى نهايه الموضوع، يعني انا اخر شيء راح ارسم لك الاف دبليو خلال الفراكشنال فلو. هي هاي غايتنا في الحقيقه، نرسم الاف دبليو. جيد، اشتقاق المعادله مو شيء مطلوب في الحقيقه، يعني انت جاي تجيب معادلات تطبق قانون دارسي وتشتق المعادله، والشيء هذا مو مطلوب ولا مهم في الحقيقه. فبنا اساس انه هذا البير المائل، تعال اشتق على اساس المعادله. خلينا نروح للمعادله بشكلها النهائي على مود اوضح العوامل اللي تترتب عليها. هذا كله امور يعني هو مهم للكابلر بشر وهي التفاصيل. خلوني اوصل للمعادله واشرح شنو اللي بيها. هسه هاي المعادله اولموست هي هاي المعادله. طيب هاي معادله الاف دبليو، ركزوا وياي. اف دبليو يساوي ان الواحد ناقص الكي ار، تعرفون شنو هي كي ار دبليو؟ الكي ار او يعني الريلاتيف للاويل، الكي المطلقه يعني الابسوليت والمساحه مال المكمن، الاي اللي هو معدل الضخ، ايش قد انت تضخ ماي، معدل ضخك للماي برميل بير داي، والميو ووتر انه الميو اويل انه الفيسكوزيتي مال الاويل، كثافات يجب ان تكون جرام بير سي سي، هذا شرط المعادله، الساين الفا انه الزاويه مال الميلان. هسه راح احكي لك شنو الزاويه شنو تفاصيلها. هذه اف دبليو اذا تضغ غاز، فهو نفس المعادله بس تخلي غاز. جيد، مشكلتي مو هنا، مشكلتي شغله ثانيه، انه انا كل هاي العوامل من المكمن، الا انه اكو عوامل انا اقدر اتحكم بها، اللي اقدر اتحكم بها راح تاثر على الفعاليه مال الانتاج وعلى الكميه مال الووتر كات. اللي اقدر اتحكم بها يا بشنو اللي اقدر اتحكم بها؟ مثلا خلينا نفتي شنو اللي اقدر اتحكم بها. اوكي اللي اقدر اتحكم بها هي الفيسكوزيتي مال الاويل او الواتر. الاويل ما اقدر اتحكم بها، يعني هي مال المكمن اصلا، اذا انا اقدر اتحكم بالواتر، الفيسكوزيتي مال الماي اللي ضاخه. ركزوا يعني اقدر اتحكم بعد بمن الزاويه. واحد يقول لك هسه شلون تقدر تتحكم بها؟ اقدر اتحكم بعد بمن؟ بمعدل الضخ. هذني العوامل اللي تاثر، خلينا نشوف شلون تاثر هاي العوامل وحده وحده، ناخذ تاثيرها بالشكل اللي يوضحها ان شاء الله بشكل سهل. طيب جيد، بشكل بسيط خلينا نحكيها بشكل عام، انه بالنسبه للفيسكوزيتي شيء بديهي وواضح. قبل لا ابلش بالعوامل خلينا افترض في الشغله انه انا لو كان الاس دبليو هو قيمته يعني تقريبا
بين الواحد يعني الصفر، ما نقول صفر احنا نقول 0.2، لان هو انه الكونيت ووتر الاف دبليو تكون اقل ما يمكن، تقريبا يساوي النصف، لان ماكو ماي متحرك ماكو ماي منتج، مي يكون 100% الاف دبليو 100% للاسف، وهذا انه الماي قام ينتج 100% لانه الساتوريشن مالته 100% بالمكمن، يعني ماكو اي شيء بس ماي. زين، وبين هذني يعتبر الترانزيشن، فيرسم الكيرف مالتك بهذا الشكل. هسه راح نرسمه ان شاء الله ونعرف شلون نرسمه بالتفاصيل مالته. جيد. طبعا الكفاءه والفعاليه انه احنا نشتغل بحيث يكون الاف دبليو اقل ما يمكن، هذا شيء بديهي على مود نزيد الانتاج، لانه الاف اويل ايش قد عندي اويل كات النفط اللي جاي طبعا هو اف دبليو 1 ناقص الاف دبليو. اوكي، العوامل اللي قلتها اسلفت لها هسه هذا التاثير احنا ماخذينه، هسه الكيرف راح اجي شلون اشرح شلون يرسم. بالنسبه للكيرف بس انا قلت لك انه زياده الاف دبليو نتيجه زياده هذه، انا ما اريد ازيد الماي ساتوريشن اللي راح يزيد لي الحركه مال ما يقل الحركه مال النفط، وانا ما اريد هذا الشيء، هذا الشيء بديهي هذا الحركه. الفيسكوزيتي بشكل عام ان الفيسكوزيتي مبينه، اذا انت زيد الفيسكوزيتي مال الووتر اللي انت جاي تضخ شيء اكيد ما راح يتحرك بشكل سهل، بالتالي راح تزيد الانتاج للاف او، لكن اذا سويت العكس لا انت راح تزيد الانتاج بالنسبه لل بالنسبه لمن شيء اكيد للواي الووتر يعني. فهذا كيرف يوضح لك تاثير. جاي تشوف انه لو اسا انا اخذ القيمه بال50 واسقطها بال50، انا عندي ب 50 ساتوريشن ووتر، لو كانت الفيسكوزيتي مالته 0.5 لان حصلت 0.1 ماي، لو قللت الفيسكوزيتي لحصلت 0.2، لو قللت لحصلت 0.3، لو قللت لحصلت 0.4، ولا قللت لحصلت 0.7. اذا الفيسكوزيتي مهم انه اخليها عاليه مال الماي اللي اضخه حتى ما تاثر لي على الانتاج واخليه يزداد بكفاءه وفعاليه. الانجل بشكل بديهي خلينا نوضح لك شنو سالفه الانجل. انا عندي مكمن جاي ينتج بهذا الاسلوب، هسه هذا المكمن اللي انا جاي اضخ به وهذا المكمن اللي انا اريد اوصل له. اذا اشوف اكو زاويه بيناتهم اكو ميلان في الحقيقه، هذا من اللي اضخ هو ما راح يمشي هيك، ما راح يوصل. انا اذا يوصل المكمن راح اضخ بشكل زاوي، اذا يسمونه ابدب، الحركه اللي ابدب يكون البير اللي انتاجي فوق هذا البير. ايش تتوقعون زياده اللي تكون هي شنو الزاويه؟ مؤكد راح تكون الزاويه هي الزاويه، يعني مؤكد راح تكون الزاويه. شلون راح تكون هنا؟ لازم نوضح فكره الزاويه. الزاويه هنا من راح تكون؟ راح يكون عندي ماينس، يعني ماكو القانون بماينس، بالتالي وهي موجبه الزاويه، بالتالي هذا راح يبقى ماينس، بالتالي شيء اكيد ومبدئيا انه الازدياد مال المعادله راح ياثر على انه بس اقله واحد ناقص مبين راح يقلل الباص، فتقليل الباص يؤدي الى زياده او تقليل الانتاج اللي عندي هنا، لان هذه كلش كبيره. جيد، فانا مؤكد يعني الزاويه هنا تفيدني بالحقيقه وتخدمني، هذا كلش يعني مفيد ويزيد الانتاج النفط، بس بشرط اكو شرط بعد بان شاء الله الانجكشن تتوقعون اخليه عالي لو ناصي. ليش؟ اكيد انصي يعني انزل الانجكشن ريت على مود ما يصعد بشكل سريع. جيد، هذه بحاله هنا. الحاله الثانيه انه انا عندي الامر بالعكس، تقدرون تحققون من هذا الكيرف اللي هو نفس المبدا قلت لكم، انا الشغله مو صعبه. جيد، زين، شلون اقدر اتحقق من هذا المبدا؟ جيد، شوف شلون نقدر نتحقق من هذا المبدا. اذا بالعكس انه انا هذا المكمن اللي انا اريد وهذا البير اللي عندي، الضغط راح يكون للاسفل، الزاويه راح تكون ماينس مثل ما اخذناها، يعني القيمه راح تكون بالماينس لان راح يكون عندي زاويه نازله جوا الداتوم مالتي. فمن تكون زاويه ماينس القانون اصلا بي ماينس، فاجا زائد، من اجا زائد بالقانون الوضع يتخربط. هسه تقول لي القانون انت ما جاي تتطرق له بعدني، انا بجي اشرح لك مبادئ هسه راح من اوصل للمثال راح اتطرق له بشكل مفصل. فواحد زائد، فهذا الدليل انه الوضع مو سليم، لان واحد زائد هذا راح يزيد لي حقيقه هذه الاف دبليو. اذا شلون احل هاي المشكله؟ يقول ازيد الاي دبليو حتى اقلل هذا الشيء، ازيد الاي دبليو. هو يعني منطقيا انه انا جاي اضخ من هذه، اذا ازيد ضخ الماي ما راح اخلي النفط يختلط بغير مكان، وراح اخليه يطلع للسطح بشكل سليم. هاي العوامل وتاثيرها بشكل مبسط ارجو ان تكون واضحه. خلني اتجه الى حساب الاف دبليو. فهسه قايل لك هنا انه هنا راح يصير كاونتر فلو لما انت اذا بس انت تسوي ديسبليسنج داون ديب وهذا الانجكشن قللته، ما راح يصير عندك انتاج، يعني النفط راح يتحرك عكس الماي وراح يروح النفط الى غير امور، ما راح يروح الى المكمن، بالتالي لازم تكون هيك. اذا اكو هوريزونتال يعني هذه وهي هذه ماكو بينات زاويه، الضخ يكون بهذا الشكل، الامور سليمه، راح ناخذ بس تاثير
بس تأثير، يقول وياي تأثير الفيسكوزيتي، وإذا أخذت بس تأثير الفيسكوزيتي يعني هذا كله صفر، لأن الزاوية راح تكون صفر، يعني ساين الصفر صفر، وتنتهي المعادلة هاي، يبقى عندك واحد على هذه. إذا الأمور إن شاء الله تكون واضحة، خليني أبلش بحسابه. هسه راح آخذ مثال توضيحي. طبعا هذا المثال يقول أنت عندك معدل الضغط الآي دبليو هو ألف برميل بالدي، جيد، وعندك الفيسكوزيتي مال النفط اللي هي ثابتة ما تغير واحد، غير الزاوية 10 و20 و30 أب دب وداون دب، أوف هذا كله وروح لقانوني اللي عندي أشرحه شوية أبسط على كيفي، ما عندي شيء. بس هني أمسح هذا، جيد. هذا القانون ما دام يعطيني زوايا اذا هذا داخل بالحسبان، انا لازم عندي الكي ار وعندي الكي ار او على كي ار دبليو، هذا لازم يعطيني كيرف او يعطيني قياسات وي ساتوريشن، يعني اعطاني اياها انجازات رحم الله والديه، ما اعطاني لا نختلف. طبعا هو ايش راح يعطيك؟ راح يعطيك ساتوريشن، راح يعطيك كي ار على كي ار، كي ار او على كي ار دبليو، او انت تستخرجهم من خلال الكيرف اللي عندنا، راح نشوف شلون. و حتى شنو انت غايتك ترسم ال S W وال F، من هذا الكلام انت راح تحسب ال F W وبالتالي ترسمه بالوورد او بالاكسل كيفك، ال S W وال F W، هي هاي اللي نريدها بشكل بسيط. الموضوع ان شاء الله مو صعب، جيد. بعد شنو عندي بهاي المعادلة؟ قلنا هذا نخليهن بالجرام بير سي سي، هذا الشيء تعرفون تحويلته، هذه حسب الاب ديب او الداون ديب، اذا كان داون ديب راح يكون هذا ناقص، لكن اذا كان اب ديب راح يكون هذا زائد، لان هذا راح تكون ناقص في ناقص، وهي كل الامور واضحه، انت بس تجي تطبق على اساس هاي المعادله. خلني اروح للحل، خلني احل السؤال. اذا معطيني الكيرف، اذا قلت لكم انا ممكن يعطيني الكيرف، بالتالي يعطيني الكيرف الامور ان شاء الله تكون سليمه. ابلش انا ما دام معطيني الكيرف، انا اريد اوصل الى انه اطلع ال اس دبليو اي واطلع مثل ما يقولون القيم اللي عندي الكي ار او الكي ار دبليو كيفك انت حسب الاكسل مالتك، والكي ار او على الكي ار دبليو اباوع بالاو بوينت 2، ايش قد عندي الكي ار او؟ تقريبا 0 الكي ار دبليو، بس بالار او تقريبا 0.95، هذه 0.2، اشوف ايش قد تزداد هنا، تقريبا هي 0.3. طيب بال 0.3 طبعا اعذروني على خط الكتابه، بال 0.3 اباوع لها اللي هي تقريبا ال 0. يعني اذا هاي 0.2 انت هنا لازم عندك 0.15، يعني 0.02، يعني 0.02 بالنسبه لكي ار دبليو جي اتش، صارت خربطه. خليني امسح ما دام صارت خربطه. احنا هسه راح نشوف شلون راح يحسبها ان شاء الله، ترى مو صعبه يا شباب. فاجي هنا اقول لك 0.9 0.02 زين، هذا ايش قد؟ ابغى اقول لها انه هي نزلت في المقدار تقريبا يعني 0.92، اجي 0.4 وهكذا راح احسب من كذا. اذا طلعت الكي ار دبليو، فاجيب الكي ار دبليو لكل كي ار دبليو احسب الاف دبليو اللي راح تمثل قيمته ويا الساتوريشن اللي هنا. هذا الكلام شلون؟ هسه جايين بالامثله، جايين بتكمله حل المثال. الكثافات لازم يعطيك اياها، يعني وهنا ماخذ غير مثال، فانت معطيك اياها يعني بالباوند للفوت المكعب، تعرف تحويلتها للغرام بير سي سي، بالتالي الامور يعني سهله ان شاء الله. تم التحويل، خلصت الامور، اجي المعادله مالتي، انا عندي هذه اللي هي تمثل الكي، حيعطيك اياها بالسؤال 50، الكي لازم يعطيها 50، جيد. اذا المساحه معطيك اياها، انت هاي حولتهن، الزاويه معطيك اياها بس ما اقدر اطبقها، احنا نريد معادله سهله على مود نبقى نطبق الاف دبليو من خلالها. وعندي هذا النيل كي ار ما ادري اطبقها، لان مختلفه لكل نقطه، لكل اس دبليو مختلفه والكي ار مختلفه. صارت عندي معادله بالمجاهيل اللي ممكن تتغير بس سهله. اذا اجي انا عند كل اس دبليو اطبقها، احسب الزاويه ثابته اب دب او داون دب، هاي بعد يمك بس طبق بالمعادله. ايش قد عندك الزاويه تخليها؟ ايش قد الكي ار او تخليها؟ الكي ار دبليو لكل ساتوريشن، فراح يكون عندك بعد الحساب لكل ساتوريشن عندك الاف دبليو، تجي تخليها وترسمها. هسه هذا الشيء شلون راح نوضحه؟ بضل اركز وياه.
فانت هسه الشغله هي بس انه تعيد خطوات لا اكثر. فتجي انت هنا هسه عندك الاس دبليو مثل ما قلنا الكي ار او كي ار حكينا تونه الزاويه 10 وابدا يعني تبقى ناقص في نفس هذا القانون. انا بس اعوض المعطيات مالتي هنا طلعت القيمه بكل القيم. طبعا انت لازم شنو تشتغل؟ احنا نشتغل كل قيم لان نحسب التاثير من انه جاي يزداد من كان ساتوريشن مشي الى كان الى ساتوريشن اعلى قيمه. لازم نحقق هذا الهدف بال20 ايضا بال30 حسب القيم اللي معطيني اياها. داون ديب هذا راح تكون زائد نفس المعطيات واجي اعوض نفس الامور تطلع عندي هذا القيم. الشيء بديهي بس انت تعود ايدك عليه. خلصت؟ خلصت تجي انت بس ترسمها وتنتهي. الى هنا انتهى موضوع ال شلون احنا نرسم الفراكشنال فلو كيرف. يبقى لي موضوع موضوع انه المعادلة مال فرونتال إن شاء الله راح نوضحها بالمحاضرة الجاية. شكرا جزيلا.